السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. بداية أسبوع موفقة نتمناها للجميع، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محورها كالتالي: استمرار للطقس المستقر خلال الأيام القادمة، درجات حرارة أقل من المعدل، وطقس بارد نسبيا خلال ساعات الليل. صعولة أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية والمتوسطة فوق أقصى شمال غرب المملكة، تحديدا فوق مرتفعات تبوك وأيضا أجزاء واسعة من منطقة الجوف. هي ناتجة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي، حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي عملت على سقوط تساقط بعض زخات الأمطار الرعدية المحلية والعشوائية والمتفرقة والخفيفة خلال ساعات نهار الأحد. اعتبارا من يوم الاثنين يعود الطقس للاستقرار، ويعود الطقس المستقر لعموم مناطق المملكة خلال الأيام القادمة. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، حيث يلاحظ استمرار لدرجات الحرارة الأقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في عموم المنطقة الشرقية والوسطى والشمالية من المملكة، فيما تكون درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها في المنطقة الشمالية الغربية تحديدا وسواحل البحر الأحمر، نتيجة لتعمق وتمدد منخفض البحر الأحمر نحو منطقة بلاد الشام، يدفع معه بكتلة هوائية حارة نوعا ما لتلك المناطق. أما نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 16 درجة مئوية، أي طقس بارد نسبيا في العاصمة الرياض خلال هذه الليلة، يستدعي لبس ملابس أكثر دفئا. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، درجات الحرارة العظمى تستقر حول 32 درجة مئوية، أما الصغرى يوم الاثنين 18، يوم الثلاثاء 17، ويوم الأربعاء تسجل المزيد من الانخفاض 16 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.